ولنقاش ملف انتهاكات الاحتلال في فلسطين ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس المحتلة المحلل السياسي محمد إدريس. أهلا بكم سيدي. سيد محمد، كيف يمكن تقييم المستجدات الأخيرة في القدس مع تزايد الانتهاكات ضد المسجد الأقصى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اللي بنشاهد اليوم في مدينة القدس في جميع القطاع الغربية، وكأنه الوضع رايح للهاوية. انتهاكات يوم يوم، في الآونة الأخيرة زادت الانتهاكات هذه بعد تصريحات وزير الجيش لجنوده بأنه يطلقوا النار على أي شخص فلسطيني بشكل خطر أو بلمس الجندي أو المستوطن، بأنه الفلسطيني بشكل خطر على الإسرائيلي، بأنه معاه تصريح يقتله. فهذه الشغلات خلقت عند المواطن الفلسطيني ردة فعل. فاللي بصير اليوم بالنسبة للانتهاكات لمسجد الأقصى هي مش جديدة، بس زادت في الأول الأخيرة وتشكلت على شكل مجموعات أكبر ما كانت من قبل. نعم. وبمثلوا المجموعات هذه ناس بيعدوا حالهم انه مسؤولين في الحكومه الاسرائيليه الموجود اليوم، اللي هي حكومه بنت وجانس ولبيب. تطالب الجماعات الصهيونيه المتطرفه بطرد دائره الاوقاف الاردنيه من الاقصى، ما انعكاسات ذلك على الاقصى اذا حصل هذا الشيء؟ استاذ محمد، التصرف هذا هو من فترة طويلة بحاولوا بأنه يحيدوا الأوقاف الإسلامية الأردنية على ويعطوا محلها. فكل محاولاتهم كانت تفشل. يعني اللي بخططوا على أرض الواقع ما بيزبط معاهم من 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 سنين، وهم بحجموا في حراس مسجد الأقصى، المسؤولين في المسجد الأقصى بيحاولوا أنهم يمنعوهم بأنهم يكونوا على رأس عملهم، بيمنعوهم من دخول المسجد الأقصى. فكل الأمور هاي يعني موجودة من قبل، والإشي هذا مش جديد. يعني اللي بنشوفه اليوم اللي هو تراكمات من قبل، تراكمات على أفعال من الحكومات المتتالية. اللي بنشوفه اليوم هو موجود من قبل. في سياق الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال، تم قتل شاب بالقرب من رام الله مؤخرا، كيف تصف هذه العمليات وكيف يمكن أن يتطور رد الفعل الفلسطيني على هذه الانتهاكات وتوغلات الصهيونية لمناطق الحكم الذاتي في فلسطين؟ يعني بس بدي اوضح الشغله، انه المستوطن الموجود اليوم في الضفه الغربيه هو بشكل زي مثل وحش داخل على غابه، وبتصرف يعني تصرفاته عنجهيه، ومحمي من وزاره الجيش تاعته. اليوم يعني انا مثل ما قلت انه معهم صلاحيه انهم يطلقوا النار على اي شخص فلسطيني يشعر الاسرائيلي بانه بشكل خطر عليه. فاللي شايفينه احنا على ارض الواقع بانه الوضع رايح لانفجار، لانه وكانه طفح الكيل خلص. عربدت الجيش ومستوطنيه زادت، ولاحظنا بانه وقحتهم يعني طغت الوقاحه، الوقاحه تصرفاته اللي بنشوفها يوم يوم طغت، ما ضل يعني ما ضل شيء يسووه اجود من اللي سووه. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي محمد إدريس، حدثنا عبر الهاتف من القدس المحتله.